بعد هالفيديوهات راح تتغير حياتكم. ايه بعد هالفيديوهات راح تتغير حياتكم كليا في المستوى الدراسي. أميغوس، أنا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم عن جد رح يكون من أقوى الفيديوهات اللي أنا رح أقدمها عن الدراسة. رح أعطيكم حوصلت إنه السنوات الدراسية كلها تتبعوا اللي اكتسبتوا كمان من الطب في هالفيديوهات، وصدقوني بعد هالفيديوهات رح تتغير حياتكم. إيه بعد هالفيديوهات رح تتغير حياتكم كليا في المستوى الدراسي. لهيك كل نصيحة أنا بقولها بدي إياها تسمعوها من هون تفوت على دماغكم، أوكي؟ ما تطلع من هون. في هالفيديو هذا رح احكي لكم كيف فيكم تدرسوا 4 ساعات أو 6 ساعات متواصلة، وكمان انتوا لو تشوفوا في الفيديو تبعي انه مثلا بكتب 12 ساعة من المذاكرة 10 ساعات من المذاكرة، يعني انا كيف بوصل لهالعدد هاد من الساعات، ولكن 10 ساعات فيها بريكس، اوكي؟ 4 ساعات هدوك ما بيكون فيهم ولا اي راحة. رح قلكم شلون هالشي بيصير، لانه دايما بتجيني هاي التعليقات انه ميرا كيف تقدر تسويها، شاركينا الطريقة، كيف ما بتفقدي تركيزك في هالساعات، وهيك رح قلكم الوصفة السرية. بس ما تقولوا لحدا. طبعا بمزح، لازم تنشروا هالفيديو هاد ولازم تحمسوني عشان انه انا اصور لكم فيديوهات اكتر. فلهيك اذا كنت اول مرة بتشوفوني اشترك في القناة، استحي على حالك واشترك في القناة اذا بعدك ما مشترك، حط لهالفيديو هذا بيج لايك، كمان تابعني على الانستغرام، في كتير شغلات حلوة هناك. شدولي يلا الهمة، بدنا نوصل ل 400,000 بأقرب فرصة. انشروا القناة، انشروا الفيديوهات اللي انتو بتحبوها، انه عن جد بنستاهل 400,000، انه ليلى. اول شي بدي احكي فيه هو بلان، خططوا قبل بليلة. مفتاح الانتاجية انك انت تعطي رؤية للشي اللي انت راح تسويه بكرة، بما فيه انك تجهز الطاولة تبعك، تجهز الكتب تبعك، الاقلام، كل شي راح تستحقه بكرة في المذاكرة بدنا اياه يكون على الطاولة. لانه لما تصحى الصبح فخلاص انت على طول هيك تاكل، تسوي الشاور تبعك، ما بعرفش ايش، على طول للمكتب، على طول انت عارف شو راح تسوي، يعني منك حاطط حالك للفراغ، انه والله هيك الوقت عم يمر على الفاضي. اللي بيتابعني من زمان بيعرف انه انا دايما بحكي على العقل الباطني، قوة العقل الباطني تبعنا. رح اعطيكم نصيحة انا اخترعتها لحالي وانا دايما مسويها، يعني من زمان بسويه لانه انا انسانة كسولة، انا ماروكو على هيئة انسان. الطريقة كالآتي، انه بكذب على حالي، بكذب على مخي، ايه بخدع مخي. مخنا على قد ما هو ذكي على قد ما هو غبي بيصدق اي شيء احنا بنقول. من هالنقطة هاي نقدر نغير اشياء كتيرة في حياتنا. بعرف انه هالشي رح يبين كتير مجنون وكتير غبي، شو مالها هاي الهبلة، اوكي انتو بتعرفوني انه انا مجنونة وهالشي ما بنختلف فيه كليات، ولكن احيانا الجنون بيوصلنا لاشياء منيحة في الحياة. بلشت اتفلسف. مثلا قول لحالك انه بس تخلص هالسطر هاد خلاص بكفي، رح وقف المذاكرة، بس تخلص هالسطر هاد رح تبلش بكذبة جديدة، بس والله اكمل هالربع ساعة، بس اكمل هالصفحة هاي، وبس 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 لحتى تصير ساعات، دايما بسويها مع حالي. وفي الجزئية هاي طريقة البومودورو اللي هي 25 دقيقة يعني مذاكرة وخمس دقائق راحة ما بتنفع في الطريقة هاي اذا بدكم تدرسوا ساعات طويلة، اوكي؟ ليش؟ رح نحكي في النقطة اللي بعدها. لانه البريكس اذا رح نعطي لحالنا بريك ورا بريك ورا بريك، مثلا نقول رح نعطي لحالنا 5 دقائق بريك، 5 دقائق بريك مع شوية موبايل مع هاي رح تصير 10 دقائق، رح تصير نص ساعة، رح تصير ساعات. البريكس تعطينا الاعذار لنتوقف عن المذاكرة. فلهيك حطوا في بالكم فكرة واحدة، انه انا اذا رح اعطي لحالي بريك يعني بعدين في يومي رح يكون كتير معجوق وما رح ارتاح لاخر اليوم. فلهيك قللوا من البريك ترتاحوا لاخر اليوم. لما تكونوا هالقد فعالين في وقت معين رح يعطيكم وقت تاني ترتاحوا فيه، وكتير وقت ترتاحوا فيه. يعني مثلا انا بدرس مثلا طب، فكيف فيني اسوي يوتيوب؟ يوتيوب كتير صعب، يوتيوب كتير كتير صعب، لانه بعطي لكل شيء حقه. فلهيك هلا ننتقل للنصيحة اللي بعدها، انه اذا اجتكم الرغبة انكم انتو بدكم تاخذوا بريك، او بلشت هاي سلسلة الاعذار، والله بس رح اروح للتويلت، والله بس رح اشوف الموبايل مين ارسل لي رسالة، والله بس رح اشوف مين عم يدق على الباب، وهي الاعذار هاي من لا شيء، لانه بعرف انه احنا لما نكون بنذاكر
فجأة كل الأعذار بتجي، فجأة كل شيء يحلى في عنا، يحلى في عيوننا المسلسل اللي من عام الحرب العالمية الأولى. أصدقائنا اللي صرنا 10 سنوات ما بنعرف إذا عايشين أو حيين، بصير بدنا نحكي معهم. هدول الأعذار والهم احنا مصر مع بعضينا، فاهمين؟ عارفاهم كلياتهم. هون بدي اياكم على طول تستدركوا حال فكره واحده، عذر واحد يجيب مليون عذر. فلما تيجي حبل الافكار هي انتم كتت اقطعوها. كيف تستدركوا حالكم؟ على طول يجيكم هالاحساس هذا او هاي الاعذار هاي، انتم الشيء اللي بتعم تدرسوه بدي اياكم تتخيلوه في مخكم. مثلا انت عم تدرس درس في التاريخ، اوكي انا عم بحكي بصفه عامه، مثلا ما بعرفش تدرس على الحقبه الاندلسيه، بديك تتخيل هاي الاحداث اللي عم بتصير، الاشياء اللي انت عم تقراها تتخيلها. فانت عم تقطع حبل الافكار تبع الاعذار لترجع حالك في الدرس. فاستعملوا الايماجينيشن تبعكم، التخيلوا. عنا عقلنا كتير ذكي، فهالقد عقلنا كتير ذكي بيصور لنا الاحداث، بصير انه احنا عم نتخيل اصلا شخصيات. فاستغلوا هاي النقطة. So, النصيحة اللي راح احكيها هلا هي للناس اللي ما كتير عندها عزيمة. So, اذا كانت الطاولة مثلا تبعكم في غرفتكم وانتوا عم بتعيشوا مع اهاليكم، انتوا عالم مثلا كتير بتخلقوا الاعذار لحالكم، ما بتقدروا تطولوا في المذاكرة. فالحل هون انا كنت بسويها لانه انا ما كنت يعني بدرس كتير او بقدر ادرس كتير ساعات، فهي كنت بسويها يعني في الثانوية هاي الطريقة. كنت بقول لماما بليز سكري علي باب الغرفة، بعطيها الموبايل كمان. مثلا انا ممكن اكون قاعدة في غرفتي فاهمين شلون، وبمسك الموبايل فبعطيها كمان الموبايل بلا سكري علي باب الغرفة. ليش بقولها سكري؟ كتير بخلق اعذار يعني زمان، اوكي في الثانوية يعني كتير كتير بخلق اعذار لدرجة انه بدي اطلع على ابسط شيء. فاذا سكرت باب على حالي يعني لا بعرف حالي رح اطلع، بينما اذا بيسكر علي حدا باب الغرفه بالمفتاح فبضلني عن جد قاعده وبدرس وبذاكر بكل تركيز. وكنت كمان اعطي موبايلي لامي، فلهيك الموبايل نعرف كليتنا انه في مصايب. يا اما سووه بكود عشان ما تتدبسوا فيها، او بعطيكم النصيحه اللي بعدها اللي هي تخبيث الموبايل، انه نخبي الموبايل. في طريقتين وانتم ما اختاروا الشيء اللي يناسبكم على حسب شخصيتكم. كيف كلياتنا بنعرف انه الموبايل اكبر عدو للانتاجية، اذا بس بنفتحه بنظل ساعات مطولة قاعدين عليه. لو بتشوفوني وبتركزوا في بلوجاتي دايما راح تلاقوا انه موبايلي على وضع الطيارة، انه هيك عندي قاعدة في حياتي، اذا راح ذاكر، اذا راح امنتج، اذا اي عندي اي شيء انا لازم اركز فيه موبايلي لازم يغلق، لا في واي فاي. الحل الاول انكم انتوا تحطوه في مكان صعب جدا الوصول اليه، او الحل اللي بعده انكم تحطوا موبايلكم على وضع الطياره بس في مكان بعيد عن مكتبكم. راح اقلكم انه ليش هالشي، راح تقولي انه والله مكان بعيد عن يعني مكتبي وفي نفس الغرفه. طبعا الانسان انه كتير كسول، فانت لما تكون قاعد يعني على الكرسي بتضل تقول ايه يعني راح اروح لهالمكان انه بجيب الموبايل، لا خلاص مش مشكله. فهي شغلات بسيطه بس بتساعدك انك انت تكون اكثر انتاجية واكثر فعالية في المذاكرة تبعك. اخر حل الصراحة وما عندي غيره، اذا انتوا عزيمتكم صفر على الشمال سلموا الموبايل لحد بتوثقوا فيه، او سووا الكود يا جماعة ما بدنا ندبس. احنا عم نحاول انه نسوي هيك حلول بسيطة عشان نقلل من استعمال الموبايل على قدر المستطاع. وهي تنقلنا للنصيحة اللي بعدها، انه اي شيء تستحقوه خلوه جنبكم في المكتب، كتب، اقلام، اللابتوب تبعكم، الايباد تبعكم، كل شيء كل شيء كل شيء حرفيا خلوه عندكم على الطاوله. قلت على الطاوله مو الغرفه، لانه ابسط شيء رح تسووه رح يشتت تركيزكم، وما بدنا نخلق اعذار. كمان طريقه كتير غبيه وكتير مجنونه انا دائما مسويها، مش رح اكل الاكله هي الا لما اخلص الجزئيه هي. انا مثلا مش رح اغير ثيابي الا لما اخلص الجزئيه هاي. انا مش رح اشرب كوفي الا لما اخلص هاي. انا 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 فاهمين يعني بحط هيك مكافاه بسيطه جدا لحتى تشجعني انه انا اخلص. يعني مو اي شيء تافه، مو لازم مثلا انك تطلع لمطعم او تروح للجيم او طلعه مع رفقاتك، لا لا خليها اي شيء بسيط على قدر امكانياتك. فانت لما تقول هيك حتى المكافأة اللي عندي المفروض يعني كتير تافهة رح اشوفها بخط كتير كبيرة، وهالشي رح يعطيكم احساس بالانتاجية واحساس بالايجابية. مشان تظلوا تحافظوا على نفس الانتاجية هاي لازم استمرارية، تتدربوا كل يوم انكم تدرسوا بنفس النصح. بعطيكم مثال انا عايشته، لاحظت على حالي مثلا انه انا لما اتمشى 10 كيلومتر هلقيت جسمي كتير يتعب فيقطع، لانه 10 كيلومتر انا ماني متعوده اصلا امشي، انا ماني متعوده اسوي رياضه اصلا.
فكيف امشي 10 كيلومتر، بينما اذا بمشي 4 أو 5 كيلومتر او حتى 6 كيلومتر بلاقي حالي اليوم اللي بعده بقدر امشي بنفس الطريقة بنفس يعني الكيلومترات وهيك. فانتو امشوا بنفس النسق تبعكم، مثلا كل يوم ادرسوا 3 ساعات 4 ساعات على قد ما فيكم، وشوي شوي اتطوروا فيه، واذا ما قدرتوا تطوروا فيه على الاقل خليكم ثابتين على شيء واحد. النصيحة اللي بعدها انه خليك مع يوتيوبرز او انفلونسرز يعني يعطوك طاقة ايجابية، لما تحضرهم تحس بالطاقة الايجابية. ادرسوا مع العالم انتو بتحبوهم، شوفوا فيديوهات مثلا study with me وحطها قدامك وادرس معه وحس يعني كأنه حدا عم يدرس معك. انا كتير طلبتوا مني هالفيديو، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس انه ارجع للدراسة رح صوركم هالفيديوهات باذن الله، لانه بعرف انا متابعيني الصراحة كتير بيحبوني وانا بحبهم، فهيك انتم بتكونوا بتدرسوا معي، فاهمين شلون؟ رح اذكر لكم هلا يوتيوبرز انا بشوفهم، هن صناع المحتوى العربي. صراحة ما عندي يعني تواصل، مو كلياتهم عندي تواصل يعني مباشر معهم، ولكن في يوتيوبرز انا عرفتهم عن طريقكم وفي يوتيوبرز اكتشفتهم بالصدفة، بعطيكم اساميهم: دانا علان، سلمى حامد، امين يحيى، وئام صديقتي، محمد كمان زميلي. هدول اليوتيوبرز كلياتهم رح احط لكم اللينك تبع قنواتهم تحت الديسكربشن بوكس، يقدموا محتوى يعني تحفيزي ومنتج وكمان بيحفزوكم، فاهمين شلون؟ في منهم طلاب طب وفي منهم مو طلاب طب. النصيحة اللي بعدها بدي لكم: خلوا دراستكم كلها طاقة، كلها ايجابية، سواء هالشي كان من المكتب، ابحثوا عن المعلومة، ادرسوا بكل شغف، زينوا، لونوا، حطوا اشياء ايجابية وتحفيزية في غرفتكم، الموسيقى هيك هادئة في المكان، هيك بديكم هيك تصنعوا جو الدراسة عشان هيك تفوتوا في المود. فلهيك بلشوا بالمواد اللي انتو تحبوها، اللي بتزرع فيكم الشغف، بتزرع فيكم الفضول، بدكم تعرفوا عليها اكتر، بدكم تتعمقوا في المعلومات، وبإذن الله اذا اتبعتوا هدول النصائح لاني انا بسويهم ولاني انا عم بنقلكم تجربتي رح تصيروا تذاكروا بالساعات وابدا ما بتحسوا. الفكرة كلها في البرمجة في السيستم. هيك يا جماعة وصلنا هذا الفيديو، بتمنى انه هاي النصائح فادتكم، بديكم توصلوا هالفيديو هذا ل5000 لايك لانه الفيديو بيجنن، الافكار فيه بتجنن وكل شيء بيجنن يعني لازم. اوكي بدي الفيديو هذا تنشروه مع كل رفقاتكم واكتبوا لي هيك تحت تعليق هيك بيشجعني انا بستمر. اذا انتم تدرسوا ساعات طويلة وعندكم نصائح بدكم تقدموها لإلي وللناس اللي عم تحضرني اكتبوها تحت في التعليقات. انا رفيقتكم ميرا، دير بالك مع حالكم احلامكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارموني بيبي، سلامتي يا غاب، سلام، باي. رح اعطيكم حصالة او حوصلة.